السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف العاشر، تحية طيبة. وبعد، اليوم راح نتكلم في مادة الحاسوب، أو راح نكمل في مادة الحاسوب الأشياء اللي أخذناها الحصة الماضية واللي بتخص الداتابيس أو قواعد البيانات. في قواعد البيانات الجزء الثاني راح نتكلم عن خطوات تجهيز قواعد البيانات. درسنا اليوم خفيف لطيف إن شاء الله، لكنه مهم جدا في الحصص الجاي إن شاء الله. يعني بتمنى منك انك تستوعب كل كلمة بحكيها في هذا الدرس، تعرف معنى كل كلمة. مثل ما تكلمنا الحصة الماضية عن حكينا الداتابيس وايش تتكون الداتابيس، حكينا عبارة عن مجموعة من الجداول. هذه الجداول تحتوي على أعمدة وصفوف، وكل عمود عبارة عن حقل، وكل صف يعتبر سجل، يعتبر سجل. وقلنا مجموعة الجداول مربوطة مع بعضها البعض تسمى داتابيس. إذا داتابيس إما جدول واحد أو مجموعة جداول مربوطة مع بعضها البعض، اتفقنا؟ اليوم راح نتكلم باختصار عن شيء اسمه تجهيز قواعد البيانات. يعني انت الاصل من العنوان خطوات تجهيز قواعد البيانات، يعني انه قبل ما تبلش استخدام البرنامج في عندك عدة اشياء لازم تسويها. يعني بلغة البرمجة هنحكي لازم نعمل انالايز، بعدين نعمل الدوكيومنتيشن، وبعد الدوكيومنتيشن شباب والتوثيق نعمل له ايش؟ بروجرامينج. اتفقنا؟ يلا، لو بدي اسأل سؤال لتجهيز قواعد البيانات، شو لازم يعني يخطر ببالك انت اول اشي؟ عندك قاعدة بدك تعمل قاعدة بيانات، اول شغلة شو بدك تسويها؟ بيجي واحد يعني بيحكي لي استاذ اول شغلة لازم نحدد الجداول، اشي اكيد. مش حكينا قواعد بيانات عبارة عن مجموعة من الجداول، عبارة عن مجموعة جداول. هذه الجداول بدك تحدد في داخلها يا شباب اللي هو الجدول، خلينا نحكي الاتريبيوت او الحقول الاساسية اللي انا بعازلة الها او بحتاجها في داخل هذا الجدول. اتفقنا؟ برجع بعيد، لتحديد الجداول شباب، لإنشاء جداول يجب عليك أولا أن تحدد الحقول اللي أنت راح تستفيد منها. فمثلا عندي أنا بدي أعمل جدول كتاب، مثلا جدول طالب، جدول خلينا نحكي مثلا المدرسة، جدول خلينا نحكي الضمان الاجتماعي إلى آخره. بعد ما تحدد الجدول بدك تشوف الجدول هذا كم حقل بداخله، اتفقنا؟ اذا احنا بنحدد جداول، بعد ما نحدد جداول بنحدد الحقول. بعد ما تحدد الحقول شباب او اسماء الحقول، بدنا نحدد خلينا نحكي انواع الحقول. خلينا ناخذ بالترتيب شو ذاكر الكتاب هنا. لتجهيز قاعدة البيانات قم بالخطوات الآتية. اولا خلينا نشوف بداية شو مطلوب منك. بدك مطلوب منك تحدد الجدول، حكينا مثل جدول كتاب، جدول طالب إلى آخره. يعني عندي أنا قاعدة بيانات محتوي على خلينا نحكي تو تيبلز، جدول كتاب وجدول الطالب. داخل الجدول بعد ما تحدد داخل الجدول بدك تحدد شباب أسماء الحقول. يعني أنت عندك هون على سبيل المثال هذا جدول، الجدول الأول هذا هو جدول الكتاب، داخله في حقول. حكينا الحقول هو عبارة عن أعمدة، حقل مثلا أول إشي، مثلا رقم الكتاب على سبيل المثال، اسم الكتاب، الصف، المؤلف، هي حقل مثلا هون رقم الكتاب، اسم الكتاب، الصف، المؤلف إلى آخره. إذا هذا عبارة عن جدول، هذا الجدول يا شباب بداخله خلينا نحكي عدة حقول، كل حقل نحدد إحنا اسمه. بعد ما تحدد خلينا نحكي أسماء الحقول، بدك تحدد شباب نوع الداتا، تحديد انواع او الداتا تايب، تحديد انواع الحقول. عندنا في عندنا رقم يستخدم لايش شباب؟ الرقم للارقام، النص للكتاب، التاريخ هو طبعا تاريخ وقت، ماشي؟ التاريخ شباب يستخدم مثلا التاريخ، لانه انا في بعض الجداول بضطر، حتى في شباب اشي اسمه هون طبعا شباب كرنسي او عملة، ماشي؟ بعض الجداول بضطر انه انا مثلا اكتب تاريخ الميلاد، date of birth، تاريخ الميلاد هذا بيكون من نوع ايش شباب؟ تاريخ. الرقم مثلا اجي اكتب انا الرقم وطني، الرقم الوطني صح؟ الاي دي نسميه، الاي دي الرقم الوطني، ماشي؟ هذا من نوع رقم. وهذا بالعادة شباب بكون برايمري كي، تتذكروا برايمري كي ليش؟ انه ممنوع يتكرر، ممنوع يكون نل يعني فارغ، ويحتوي على قيمة وحيدة، صح ولا لا؟ يعني مستحيل واحد شخص يحتوي او يحمل
خلينا نحكي اثنين رقم وطني، صح ولا لا؟ برضو كمان في عندي نوع إشي اسمه عملة، العملة يضطر مثلا الراتب بالعادة بده يكون مثلا كرنسي من نوع عملة، سواء كان دولار، جي دي، ين، اورو الى اخره. طيب بعد ما نحدد انواع الحقول، في بعض الشروط الخاصه مثلا بامكانك انت تضيفها على هذا الحقل، راح ناخذها ان شاء الله في الحصص الجاي. يعني حددنا نوع الحقل، باجي انا بحكي على سبيل المثال انا عند، مش هذا الجدول، هذا عندي جدول، هذا من نوع، خلينا نحكي ناخذ اول حقل فيه، هذا هو الاي دي، الاي دي هو الرقم الوطني، هذا من نوع رقم. طب بامكاني انا احط كمان شروط، باجي بقول لك نعم، في شرط مثلا انه الارقام لا تتجاوز، خلينا نحكي 10 ارقام، 10 ديجيتس، اتفقنا، ولا تقل عن 10، يعني لازم تكون اكزاكتلي 10 ارقام، هذا شرط، صح ولا لا؟ هذا شرط. يعني الشروط كثيرة راح نتكلم عنها شباب في وقتها إن شاء الله، في وقت. المهم تفهمني شو يعني الشروط، اللي هي النقطة اللي بعديها شباب، اللي هي شباب شروط خاصة. نأخذ هذا المثال، هذا عبارة عن جدول، الجدول شباب فيه عندك حقل، رقم الكتاب، اسم الكتاب، الصف، المؤلف، الطبعة، تاريخ الإصدار، وعدد الصفحات. اسم الحقل هيو، عندك 1 2 3، عندك كم حقل؟ بدي أسألك، 1 حقل 2 3 4 5 6 7 حقول، 7 حقول، اتفقنا؟ وبداخل هذه الحقول في عندي أنواع للبيانات، رقم الكتاب من نوع رقم، اسم الكتاب نص، صف نص، المؤلف نص، الطبعة نص، تاريخ الإصدار تاريخ، وعدد صفحات رقم، اتفقنا؟ بإمكانك تضيف هون سعر الكتاب، مثلا سعر الكتاب من نوع ايش؟ عملة، اللي هو تكلمنا فيه قبل شوي، اتفقنا؟ يلا اتمنى هاي النقاط شباب تكون فاهمها، نقاط سهلة ولكنها ايش؟ اساسية، لكنها اساسية. طبعا هاي النقطة تكلمنا فيها شباب، اللي هي تحديد بعض المواصفات اللازمة، بعض حقول ان وجدت، يعني مثل ما قلنا مثلا اسم المؤلف لا يتجاوز 40 حرف، رقم الكتاب يكون عدد صحيح، ما في رقم الكتاب او رقم الصفحة، صفحة مثلا رقم صفحة مثلا 1.5، ما فيش شيء اسمه رقم صفحة، عندك 1 2 3، صح ولا لا؟ طيب هذه بعض ايش الخطوات اللي لازم انت تعرفها. الاشي اللي لازم برضو تاخذه بعين الاعتبار في تجهيز قواعد البيانات، اللي هو شباب ايش حكينا، البرايمري كي، اللي هو رمزه المفتاح، صح؟ البرايمري كي، البرايمري كي حكينا هو له خصائص، تتذكروا ايش هي؟ ممنوع يتكرر، نو دوبليكيت، ما في عندي يكون فارغ يعني نل، ما في دوبليكيت يعني تكرار او نل قيمه فارغه، ويكون محدد بقيمه واحده، اتفقنا؟ يعني تحديد المفتاح الاساسي برايمري كي مع مراعاه الاخذ بعين الاعتبار ان يكون رقم وحيد لا يتكرر والا يكون نل فارغا، اتفقنا؟ يعني هذه الاشياء شباب لازم تاخذها بعين الاعتبار في تجهيز قواعد البيانات، اتفقنا؟ في بعض الاشياء يعني اللي بعديها المطلوب منك، اللي هو ترسم الجدول على ورق مثلا، بعد يعني ترسم الجدول على ورق زي ما كنت انا اسوي لك، وبعدين تبدا بجمع البيانات وتعبئه هاي البيانات وملء هذه البيانات في داخل الجدول، في داخل الجدول. طبعا بعد ما نبلش بجمع البيانات وكتابتها في الجدول، في عندي انا مثال تابع عليه هنا، جدول الكتاب اللي هو قبل شوي كان هنا قبل سلايدين، معبأ بثلاث سجلات. خلينا ناخذ المثال، شوف رقم الكتاب، اسم الكتاب، الصف، المؤلف. اذا لو بدي اسال كم من حقل هذا مكون الجدول، 1 2 3 4 5 6 7، 7 ايش؟ حقول. طيب وين البرايمري كي؟ ولا الصف؟ ولا المؤلف؟ ولا الطبعة؟ اذا شباب بتلاحظ انه رقم الكتاب، رقم كي هو انسب حقل يكون فيه شاب ايش؟
برايمري كي او مفتاح الاساسي. ليش ممنوع يتكرر؟ لاحظ مش لازم يكون فارغ، اذا هذا البرايمري كي، اتفقنا؟ طبعا اسم كتاب احتمال يتكرر، احتمال يتكرر، لكن تخيل قال الكتاب له اكثر من رقم، طبعا هذا الحكي لا يجوز، اتفقنا؟ الصف احتمال يتكرر، المؤلف احتمال يتكرر، الطبعه كذلك الامر، تاريخ الاصدار، عدد الصفحات. لذلك انسب حقل او عمود لا انه يكون برايمري كي هو ايش؟ رقم الكتاب، رقم ايش؟ الكتاب. لذلك شباب انا لو بدي اسالك سؤال مثلا، يعني احنا هيك تقريبا حصتنا تقريبا خلصت، هي حصه خفيفه لطيفه صراحه، يعني انا ما بدي ازودها عليك، انا بدي اياك تفهم عده شغلات اساسيه، عده اشياء اساسيه، تعرف الجدول من ايش بيتكون، عباره عن اعمده وايش وصفوف، كيف بدك تحدد الرقم البرايمري كي، بدك تاخذ الاتريبيوت او الحقل الممنوع يتكرر قيمته، اتفقنا؟ لو بدي اعطيك مثال بتمنى انك تحله الحصه الجاي، بتمنى انك تحله الحصه الجاي. يمثل الوجه الاول وثيقه الشخصيه، تمسك هويتك على سبيل المثال، هويت ما بدي احط انا هويه، صوره هويه، تمسك هويتك الشخصيه ماشي، وبعد ما تمسكها مطلوب منك تحدد الحقول الموجوده في كل وثيقه او في الوثيقه، مثل ايش شباب؟ مثل ايش حقول؟ وثيقه الهويه تاعتك مش فيها حقول، مثل ايش شباب؟ مثل حقل الاسم، تاريخ الميلاد، على سبيل المكان، السكن الى اخره، رقم الهويه. هذه الشغلات شباب بدك تحددها، بدك تحددها اول شغله، تيجي تحكي انا عندي حقول، تعمل جدول هيك على ورقه ماشي، تعمل جدول على ورقه، هذا هو على سبيل المثال، تيجي تحكي مثلا انا عندي الحقول الموجوده في هذه الوثيقه، الاي دي نمبر، الاسم على سبيل المثال الى اخره، ايش تحكي هذا الاي دي، هذا النيم، الاسم، الادرس، العنوان ماشي، الادرس. بعدين تيجي تحدد نوع البيانات، الاي دي رقم، رقم ماشي، النيم اسم او نص، عبارة عن نص، الادرس نص، العمر او تاريخ الميلاد من نوع ايش؟ تاريخ. يعني بتمسك هويتك بشوف الحقول الاساسية، تحديد المفتاح الاساسي انسب ايش، ايش يكون الاي دي، بعض المواصفات الخاصة حكيناها، ترسم الجدول على ورق وتجمع البيانات من اشخاص عده وتعبي لي اياها ماشي. هذا السؤال بتمنى انك تحله، لانه شباب احنا الحصه الجاي ان شاء الله راح نكمل معاكم اللي بلشنا فيه ببرنامج، خلينا نحكي المايكروسوفت، خلينا نحكي الاكسس 2010. بتمنى انكم تطلعوا عليه، تراجعوا الحصتين اللي قبل، لانه الحصه الجاي يعني راح نبلش بالعملي، راح نبلش بالعملي. بتمنى منك انك تراجع كل شيء اخذته، نسأل الله التوفيق لي ولكم، و to be continued، والى اللقاء ان شاء الله في الحصة الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.